فيك يا بابا احمد، خلصنا حبيبي الغالي، راح مع على واديك عوازة. عوازة اجت عوازة. يا الله اقول لك شو هذا يختلف؟ هذا بالفستق. كباب بالفستق الحلبي. باوع 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 ميت. لك هذا كله مكسرات. الهم بالعافية. عيوني. كباب احمد بالفستق الحلبي التجربة اكبر برهان. لحم غنم عراقي 100%. ويحا وين سماك؟ هذا سماك. هذا ملح. هذا ملح. هذا اسمك. هذا صديق ملح. هذا سماك. باو حميد باو باو. هذا سماك ما سيمانية. عنوان المطعم شارع فلسطين قرب نادي تركمان قرب شركة باور هاوس العراق. احلى كباب لحم عراقي سعر كيلو 25 النفر ب 14000 دينار. او طلب خاص للمتابعين ورواد المطعم وللعوائل. كباب حلبي بالفستق الحلبي لحم غنم عراقي. اقطع